أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول فيه صاحبه: هل تجوز الاحتفالات بالأيام يوم الأم ويوم الأب ويوم المعلم واليوم الوطني ويوم رأس السنة ونحوها؟ هذه أعياد، وليس للمسلمين إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الإضحى. عيد الفطر بعد أداء الصيام، وعيد الإضحى بعد أداء الوقوف بعرفة، وهما بعد أداء ركنين من أركان الإسلام: الصيام والحج. وليس للمسلمين عيد غير هذين العيدين، وما عداهما فهو من أعياد الجاهلية، سواء سمي بالأيام أو سمي بالأسابيع أو سمي بأي اسم، هو من أعياد. العيد اسم لما يتكرر ويعود، بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود المئة سنة أو غير ذلك. الذي يعود ويتكرر من الزمان أو من المكان هذا يسمى عيد. وليس للمسلمين عيد إلا أعياد زمانية، إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس لهم أعياد مكانية إلا المساجد، والمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومنى وعرفات ومزدلفة، يجتمعون فيها كل سنة لعبادة الله عز وجل. نعم.